خويا غير مليحه قص الزيتون تاعك شحال تبع 10 درهم الهريسه واه شحال غنوصلو عطاني مشى نحل الطن سي عبد الرحيم السلام عليكم السلام عليكم السي رشيد الد مليح شاني الله الحمد لله شحفت سي دار بخير يا رشيد السوق نهار رشيدينو يموت ما نهار هو هاني غير بدا بدا يموت سقسيوه الحجر مسقسي شحال هو شحال هو واش يطرح انا يقرا كان عقب واش يطرح الله العظيم التجاره كيلو كيلو ويتجيشا يموت الله العظيم خد التجاره شجمرت اتحد من اتحد التويد الزيتون شجمرت التفدا موتورنو الصف من غد تسداني تاع الحج السكر 40 دور يقارك 40 دور والله العظيم عبد الرحيم التجاره تموت مرة التجارة تموت ماني ما تموت المغرب صافي روح استقبات والله العظيم روح استقبات المغرب صافي التجارة ويتجيشا ماني ما يموت الحال ماش مسا التجارة والو ما ويتجيشا زيري غرا يا سكرين وعاودي غرا يا الطاس زي غرا والله العظيم وما عزي الله يحسن العون عاودي بوفري عاود شهر مرة تعاود تفكر بوفري الزيتون خصو يعدو يرفع 400 خصو 28 دورو اي قاعد يقعد 24 22 توارد كيفاش اخويا انا الله يحسن العون 44 دورو 50 دورو هذا التسوم اخشوا بولا يا 44 دورو 44 دورو وصافي يا جبيله لي نقد شري الزيت مره غير واني تا 50 دورو ابردي واني تا الكريس واني تا ونين بيتزا واني دا يتعجب شويه دا يتعجب شاب بيتزا نشخاطين يزي بيتزا واني تا 50 دورو ابردي تعيش غادي واني تبرا يعقى قاص 50 دورو ويا 44 واني تديس زدع تاع 44 وين مشرمل واني دا زيزه قاص 44 دورو بيكان تاع 44 40 واني تا 46 دورو واني المهرسني واني المهرس واني تا دبل دين طفره طمارطين وتجيبوا الاخر قنش غاري تا مدي طفره قاص 46 44 وعاد يقرا كي لي غلا واش تخصا مازوت غاريانو يخدامين وين الترونسبور جا مني و مرت قد حساب تايحت والله العظيم لحمه تايحت ايه ان شاء الله هذه بد هذه بد ان شاء الله يقارك يودان هذه القران الكريم يقارك بعد الفرج ادير الخير بعد القانط ادير الخير ان شاء الله تجيبوا عالمي عالمي دقاري غري عالمي دي اوروبا غرا ارخو المنطقه النظر عاد كثار نيل ملاعب نيل ملاعب نيل شن حاجه تم ودي قني بوفريت انا دي خدمه تواريد كيفاش جيبو مشنا وقنيطره نغطان جا يتقل معامير بوفري هادي يخدم كلشي هادي يخدم اخو مسكين الشباب يضيع اخويا محمد الله الا يضيع اجا الرساله للمسؤولين نوضوا ديروا الملاعب ديروا لنا الخدمه ديروا لنا بزاف تاع الحوايج فهمتوا ولا يديروا لنا الفينيت لها بنادم الشباب اصاحبي الشباب راه مسكين دمر دابا مساكين من الشباب دابا ما لقى ما يدير صافي كيشد الكارو يتكيف يتبنى جوا والمخدرات راه مش كتقد مره السوق اش تقغطو غتقغلو السوق مره اخو بدا تقغس الوان واه دابا اخو تقغ بني صار بور كينشتو غتعيش غدي بني صار وغتخدم غدي بني صار وغتاوي غتاين عاشين بصح اش معروف دي بني صار تغاري بوستو جي السير ديها ايوا بني صار كما بشوي تيتنهز احسن زمي افيل مي ابور كي بعدا وتغاسطات بودي الجيب ترونسبور خو تغاستاد ميتاين دورون ترونسبور اقيدون بارويتا دلميزان دبارسا ايه جا مني اخويا اخويا رشيدين اش يحفظ ربي من شكا شكا وما عزي وشر مبروكا والله يدخل علينا بزايد الرزق ان شاء الله رمضان مبارك واش ينور ربي واش يحفظ ربي الامه الاسلاميه مره واش ينور ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومتابعات ريف ديا. احنا عند واحد صديق بائع الزيتون بسوق سلوان الأسبوعي اليوم السبت أربعة أيام قبل شهر رمضان المبارك. نتعرفوا على الأثمنة ديال الزيتون. هذا واش البلدي ولا شنو هذا؟ هذا الكريس. الكريس شحال داير هذا؟ هذا داير 25 درهم. هذا الكريس داير 25 درهم. إيه هذا البلدي؟ البلدي بلدي شحال داير؟ 25 درهم حتى هو. 25 درهم حتى هو. مزيان. إيه هذا؟ هذا داير 44 دورو 22 درهم هذيك السلاف فرانك تاع عمي حاجه مزيانه فتحها مزيان هذا المشرمل هذا شحال داير؟ هذا المشرمل داير 20 درهم 20 درهم هي المقطع ديال البيتزا والمسائل داير 25 درهم 25 درهم الزيتون الاحمر ديال الطواجن الناس ديال الطواجن عشاق الطاجين 20 درهم الزيتون الحار الزيتون الحار 20 درهم حتى هو
الليمون المخلع؟ الليمون المخلع حسب 30 درهم. 1530 درهم الليمون المخلع. قرب عندي قرب. الفلفل؟ 30 درهم هذه 33 درهم. 30 درهم الهريسة، الفلفل، الليمون. بولا، بولا نقي كيبان باقي جديد. شحال داير؟ 20 درهم بولا. الزيتون بلا عظم؟ الزيتون بلا عظم 25. 25 درهم 50 درهم. هذا مخلط. هذا مخلط. خضر احمر 20 درهم حتى هو. هذا المهرس ياك؟ المهرس. المهرس. زين هذا، هذا 20 درهم 2000 فرنك. مسلالة هذا اللي كاين. مسلالة هذا مسلالة. مسلالة الناس الغرب، الناس ديال الجبالة يعني معروف بمسلالة. هذا البلدي ياك؟ البلدي 25 درهم. شفت البلدي هو اللي طالع يمكن في الثمن كاع. البلدي وهذا. البلدي وبلا عظم. بلا عظم والمقطع. والمقطع. دايرين 25 درهم. هذه هي الأثمنة ديال الزيتون هنا في سوق سلوان صباح اليوم السبت، حوالي 4 أيام على شهر رمضان الكريم. خويا تحياتي، شكرا، بارك الله فيك. عندك حتى التمر؟ جاي نعرفوا شوية بالتمر، ربما شي واحد يجي. هذه ديال اش هذه؟ ديال السعودية. ديال السعودية. شحال دايرة هذه؟ 100 درهم. 100 درهم جوج كيلو ولا شحال فيها؟ 3 كيلو. 3 كيلو ب 100 درهم يعني 3 كيلو و 700. 3 كيلو تفرقوا في الميزان وتشوف. 3 كيلو و 700. 3 كيلو 700 يعني تقريبا شي 30 درهم ما كاملاش الكيلو اذا فيها 3 كيلو 700. إيه هذا ديال، هذا ديال اش هذا؟ ديال تونس. ديال تونس. ديال تونس التمر زين تبارك الله. شحال داير هذا؟ ديال 65 درهم. 65 درهم جوج كيلو. جوج كيلو. جوج كيلو يعني 32 درهم ونص. 32 درهم ونص. 65 درهم الكيلو. هذا حتى هو ديال تونس ياك. شحال داير هذا؟ بلا ما تحلو، معليش بلا ما تحلو، ماشي مشكل، راه باين التمر زين. الله يبارك يا محمد، الله يبارك الله حمايد. هذا داير 60 درهم. 60 درهم 30 درهم الكيلو. الشيء الملاحظ يعني ماشي اليوم وصافي، يعني هذه اسابيع، لمده اسابيع او اشهر، ان امام جميع المواد الغذائيه ماده التمور كتحافظ على الاثمنه ديالها في الساعه، ولو اننا على ابواب رمضان الكريم، ثمن جد مناسب. كاين تمر ديال العبار غادي ندوزوه معكم هنا بثمن ديال 20 درهم 18 درهم 25 درهم، وتمر مزيان. Thank you.